السلام عليكم متتبعين قناة ديال لالا رشيدي، مرحبا بكم معايا من جديد. غزالات ديالي، قبل ما ندخل في الموضوع ديالنا، رجاء منكم اللي ما دايرش اشتراك ديروا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. واللي عجبكم محتوى ما تنساوش الغزالات ديالي، ديروا لي لايك وخليوا لي تعليق شنو بغيتوني نتشارك معكم. حبيباتي ديالي، كما كتشوفوا دابا كنوريلكم بودور ديال التين الشوكي. واليوم الغزالات غادي نحضروا مع بعضياتنا الزيت ديال التين بطريقه سهله وسهله جدا. التين الغزالات ديالي اللي كما كتعرفوا وغني عن التعريف، زوين بزاف للبشره ديالنا والشعر ديالنا. الحبيبات ديالي، كما كتعرفوا قلت لكم ان الزيت ديال هذا التين مجدد للخلايا ديال الجلد ومضاد للشيخوخه، وكيمنع ظهور التجاعيد وكيوافق جميع انواع البشره ديالنا. دابا غادي ندوزو على الغزالات ديالي باش نوري لكم الطريقه اللي كنصنع بها الزيت. اول حاجه الغزالات ديالي كناخذوا بودور ديال التين او اللا الهنديه، كنحيدوا الهنديه، يعني تقدروا تاكلوا هذيك الهنديه. وشنو تنحتاجوا؟ كنحتاجوا فقط القشره ديال هاد البذور ديال التين، رائعه، راه من قديم الزمان كانوا يعني جداتنا وماماتنا كانوا بها باش كيداويو الناس اللي عندهم امراض جلديه، كتصلح بزاف البشره. بطبيعة الحال راه كتكون الغزالات ديالي غسلتو الهندية مزيان من داك الشوك ديالها، نقيتوها مزيان، شللتوها مزيان، ما يبقى فيها حتى شي حاجة من داك الشوك. عاد كتبداو الغزالات ديالي تنقيوها باش ناخدو غير القشور ديال هاد الهندية. هادو هما اللي كنحتاجو باش كنرقدوهم في الزيت مدة ديال 15 يوم في بلاصة مظلمه ما فيهاش كاع الضوء. غير واخا الحبيبات ديالي كنستمر انا بتقشير الهنديه باش نصنع زيت مجدده لخلايا الجلد ومضاده للشيخوخه ومانعه لظهور تجاعيد وملائمه لملمس الجلد وكتمنع ظهور تجاعيد، وكذلك كتعمل على تغذية الجلد وكتمنع الدبول وكتحيد هذوك الشوائب اللي كتكون عندنا او لا البشرة الميتة اللي كتكون عندنا في الجلد. ومن بعد غزالات ديالي ملي كنستخلصوا هاد الزيت ديال التين الشوكي او للهندية، راكم كتقدروا ديروها يعني بوحديتها للشعر ناري، ما نعاودلكمش الغزالات. وبطبيعة الحال منين غادي تبقاو تطبقوا على الوجه ديالكم مع الماساج، غادي تبقاو تلاحظوا بان هادوك لي بوان نوار اللي تيكونوا في البشره كيخرجوا بوحدهم، يعني مع التدليك غتبقاو تحسوا بحال اللي كيخرجوا، غادي يبقاو يخرجوا ما حد كدلكي. ودوك لي بوان نوار انا كنصح بها الناس اللي عندهم لي بوان نوار في البشره ديالهم يستخدموها، رائعه جدا ورائعه للتجاعيد. الناس اللي ما عندهمش باش يشريو هاد الزيت لانها غاليه، فما عليهم الا يستخلصوها في الدار بوحديتهم ويستغلوا هاد الوقيته اللي هي الوقيته ديال الهنديه، هادي وقت الهنديه. فما عليكم الغزالات الا تصنعوا دابا الزيت ديال الهنديه، راه كطول الشعر وكتنعمو وكترطبو. وباش زوينه هاد الزيت هادي ديال هاد الهنديه هادي، هي راه كتلامس جميع انواع البشره وجميع انواع الشعر. انا مازال الغزالات معكم، راني مازال كنقشر، كما كتشوفوني لابسه ليغو باش ما يتكنيش الشوك. اي حاجه الغزالات ديالي انا شفتها مفيده للبشره وانا كنجربها في المنزل ديالي، كنبغي نتقاسمها معكم لتعم الفائده على الجميع. وكنتمنى الحبيبات ديالي اللي عجبو لا فيديو ديالي يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو
باش تقدروا تشجعوني ما انني نبقى نتقاسم معكم اي حاجه. راكم عارفين انا ما كنديرش فيديوهات ديال روتيني اليومي، وما يمكن ليش نظهر يعني بالوجه ديالي ولا ندير شي حاجه باش ناتيري الناس باش يدخلوا عندي. فرجاء منكم اللي عجبوا المحتوى ديالي ولو هو بسيط، انا كندير مجهودات نتقاسمها معكم. كنتمنى من قلبي انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم وبالتعاليق ديالكم وبلي لايك ديالكم. انا محتاجه بزاف 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 منكم، نتوما هما كلشي بالنسبه ليا. انا راه كنحاول نجمع الماكسيموم ديال القشور ديال التين اولا ديال الهنديه، خصني نجمع بزاف باش نرقدهم في الزيت. وانا ملي كنت صغيره كانت كتعجبني الهنديه بزاف، كيعجبني نقشرها، ما كانش كيتكني الشوك. بصح دابا اليدين ولاو رطبين وحنا ولينا رطبين، يعني ما بقيناش نقدروا اننا نقيو الهنديه. حبيبات ديالي فما عليكم الا تاكلوا يعني اللب ديالها والقشور كما هادو، جمعوهم من بعد. الحبيبات ديالي بغيتو تقطعوهم طريفات صغار كتقطعوهم كما غادي نشرحهم انا باش نوضعوهم في هاد القنينه، ومن الاحسن تكون القنينه ديال الزجاج. الوغ الحبيبات ديالي كنحاول نشرحهم كما كتشوفوا باش نرقدهم، ويستحسن الغزلات ديالي ترقدوهم في الزيت ديال الزيتون، واللي ما عندوش يدير غير الزيت ديال المائده. انا كنحاول الغزلات ديالي باش نرقدهم كنقطعهم. صافي الحبيبات ديالي من بعد ما قطعتهم كنكون كبيت الزيت، ها هي كما كتشوفوها في القرعه. الو غادي نبدا نخشي فيها هاد القشور ديال التين كامله، والزيت خصها دائما الغزلات ديالي الزيت اللي غادي نديرو خصها تجي يعني مغطيه لينا القشور ديال الهنديه، يعني ما يبقاش النفس ما يدخلش ليهم النفس نهائيا. انا كنوضع كل شيء دابا، كنحاول نغبيهم، كنغرقهم في الزيت. من بعد 15 يوم البنات عاد كناخذوهم، ملي كنمشيو كنخبيهم في الظلام عاد كنجيو كناخذو هذا الزيت. الوغ البنات شوفوا الطريقه باش غادي نسد القنينه ديالي باش ما تنفسش ليا. كندير لها بلاستيكه بطبيعه الحال وكنسدها، وكنعاود نخشيها في بلاستيكه وكنخويها من الهواء، وكنديها لشي بلاصه اللي مظلمه اللي ما فيهاش الضوء باش ما يدخلهاش الضوء. كنحاول نحيد لها النفس من هذيك البلاستيكه باش ما تتنفسش. وصافي كنمشي البنات كنخبعها مكان مظلم. هانتوما شيتها البنات، يعني جبدت النفس غير بفمي حيت ما عنديش يعني ما عنديش هذيك لاباري اللي كيجبدوا بها النفس، يعني خويتها من النفس ما باش ما تتنفسش. وصافي حبيبات ديالي، المهم بالنسبه لهاد هادو اللي بقاو ليا كنحتفظ بهم عاوتاني ولا ندير بهم شي وصفه اخرى. الغزلات ديالي هانتوما كما كتشوفوا دابا من بعد 15 يوم هاني جبت لكم الزيت، كنفكر في الزيت مده ديال 15 يوم حتى 20 يوم في الظلام. كنصفيها بجوج صفايات في الدراب الكهربائي ديالنا، وكنصفيوها بجوج ديال جوج صفايات البنات. التخت هذا كنحاولوا نعصرو، هذا هو التخت اللي بقى لنا كنحاولوا نعصرو. دابا البنات كنصفيهم الغزالات ديالي يعني بجوج صفايات وراه هكذا مزيان، وكنحاولوا نعصروا هذاك التخت من بعد ما طحناه. دابا راه كنكونوا طحنا الزيت البنات، يعني داك داك التين كنطحنوه مع الزيت ديالو في موريني. شي حاجه اللي صاوبتوها بوحديتكم
فيها الزيت عاد كنقنص فيهم الهنديه. ضربته في يعني في ضرب كهربائي عاد صفيتهم في جوج ديال الشبكات، يعني شبكه غليظه وشبكه رقيقه. رائعه جدا وبصحه وراحه الحبيبات ديالي. الزيت ديالنا الغزالات ديالي، هذه هي الزيت اللي حصلنا عليها كما كتشوفوا كتولي خضراء بصحة والراحة. الزيت ديال التين أو الهندية أو الصبار رائع جدا للبشرة بصحة وراحة حبيباتي.